السلام عليكم يا شباب، جيمنج العرب معاكم، كل سنه طيبين. النهارده حلقه جديده من فيفا 17. النهارده هنجرب حاجه جديده، مش هنلعب المعتاد جيرني او غيره، هنعمل كارير جديده. بس المره دي الكارير هتبقى لعيب اوريدي موجود في اللعبه، مش هنعمل كريشن للعيب جديد. هنختار المره دي رمضان صبحي من ستوك سيتي، وهنحاول نلعب بيه ونحاول نوصله لاحسن نادي موجود في انجلترا. نظبط السيتنج بتاعتنا، هنلعب على البروفيشنال 5 دقايق زي ما قلنا. احنا المره دي هنختار رمضان صبحي على طول، فهنستخدم لاعب حقيقي، مش هنعمل كرييشن للعيب ونختار احنا الاسم ونختار شكله، لا هننزل على رمضان صبحي على طول نختاره. اوكي، بدأنا الكارير بتاعنا. بيلعب في ليفت وينج، رمضان بيلعب ليفت وينج او بيلعب خط نص ناحيه الشمال تحت سقط تحت المهاجمين، او بيلعب في الهجوم ناحيه الشمال. ممكن نستخدمه في المكانين. اول حاجه عندنا جات لنا هو الايميل اللي بيقول لنا ايه المطلوب مننا الموسم ده. الموسم ده احنا مطلوب مننا 4 حاجات: التقييم بتاعنا في كل ماتش ما يقلش عن 6.4، نعمل 11 اسيست او 11 جول بنفسنا، ونعمل 34 فرصه تهديف للفريق، و75% معدل تمريرات ناجحه. دي الحاجات المطلوبه مننا في السيزون الاولاني لرمضان. مش مطلوب مننا حاجه اكتر من كده من المدرب. في حاجه عندنا هنا التدريب. التدريب زي في 17 او النظام اللي ماشي فيها، ان انت التدريب هو اللي هيعلي السكيلز بتاعتك او المهارات بتاعتك بسرعه. في الـ احنا في الـ في الكارير هنا بيدينا 5 حصص تدريبيه بنحط فيهم اللي احنا عايزينه من الحاجات الموجوده في التدريب، في الدفاع والهجوم والتسديد والباصات والكور الثابته. كل حاجه من دول بتزود في السكيلز بتاعته، بتعلي الابيليتيز بتاعته كويس جدا. اول حاجه مش هنختار التمرين، اول حاجه هنعمله هنشوف السكادول بتاعنا الموسم ده. احنا عندنا اول حاجه هنلعبها دوري لسه يعتبر لسه ما بداش، دوره تحضيريه او دوره وديه. هنلعب مع نيس اول ماتش، وبعد كده بيتيس، وبعد كده سلتا فيجو. دي الدوره التحضيريه بتاعتنا، وبعد كده هنبدا الدوري في ماتش مع ميدلس برو. ده هيبقى اول حاجه عندنا موجوده، تقريبا 3 ماتشات في الشهر، واحنا اوريدي موجودين مع المنتخب، فعندنا مدوشة دولية سواء ودية او في بطولة هتبقى موجودة مع منتخب مصر. يعني عندنا كندا وعندنا جنوب افريقيا هيتلعبوا في المدوشة الودية. خلينا نبدأ مع اول حاجة ده رمضان، هو ماتش نيس، الماتش في الدورة الودية. المرة دي مش هنعمل كنترول. هني اغير لبس بس حاجة. اوكي، المرة دي مش هنتحكم في الفريق كله، احنا هنتحكم في رمضان بس. هنحاول نخلي الموضوع اكتر واقعية، مش هنتحكم في الفريق عشان نوصل الكرة، لا هنلعب عادي خالص، هنتحكم فيه هو لوحده. هذه هي الجولة الأولى وبداية دوري المجموعات في الكأس الدولي الأوروبي. الكل يدرك أهمية مثل هذه البطولات قبل بداية الموسم. اللقاء اليوم خاص بستوك سيتي الذي يقابل فريق نيس. اوكي، اول ماتش لينا قصاد نيس. التشكيله بتاعت ستوك سيتي معروفه، احنا هنلعب في خط النص ناحيه الشمال، ناحيه اليمين هيبقى عندنا شاكيري، يعتبر اشهر واحد في الفريق. الماتش ده هنحاول نعمل اسيست او اتنين ان احنا نعلي الريتنج بتاعتنا. اوكي، المره دي هنركز على الجانب الدفاعي برده، مش هيبقى الموضوع كله هجوم. حلوه، ضربة حرة في موقع ممتاز. فاول، فاول ليه؟ اوكي، ستوك سيتي السيزون ده مستواه مش حلو خالص في الدوري الانجليزي، تقريبا في اول او ده دخل فينا جول من الاول. زي ما قلنا ستوك سيتي السيزون ده مستواه رديء جدا، وشكله هيبقى معانا برضه في اللعبه هنا السيزون ده مش حلو.
الكرة ستعود من التماس. كده المفروض ان احنا دي غلط علينا فيها ايه؟ الكاري بتاعنا 5.9، ده سيء جدا. احنا المفروض ما نقلش عن 6.4 زي ما كان مطلوب مننا من الكابتن. هنحاول نحسن الموضوع ده دلوقتي. حلو البصة دي. ايه، انا حاسس ان المهاجمين مش بتتحرك. الاستسلام ضريبة غير موجودة في قاموسه. يستعيد الكرة مرة ثانية. جلين ويلا فيل بارتسلي، دراسة جيدة جدا الموقف واعتراض موفق. ايه، هنا نغير مكاننا في الملعب، بس والله دي كانت حاجة غلط. ماتيو بودمير، الكرة الجميلة الأخيرة اللي كنا نشاهد فيها لم تكتمل على خير بعد تدخل المنافس. لا زال الامتلاك. حلوه الباصه دي، مسافه طويله يقطعها، راسيه جميله. عبد الله مهاجمنا، الكوري بتاعنا بقى 6.2 وده مش وحش. يعني افرح سجل، خرجنا من 5 اللي كنا موجودين فيها دي. ما كانتش موفقه اليوم، يعني صعيبه شويه كانت عليه. المكان اللي احنا بنلعب فيه والمركز اللي احنا بنلعب فيه بتاع رمضان دوت هيبقى تقريبا مش مركز ان انت تجيب اجوان قوي، على قد ما هو مركز ان انت تعمل فرص وتتحرك بالكره ناحيه الشمال وتعمل فرص كتيره هجمات. بس الجانب الدفاعي هو اللي هيبقى مقرف شويه، لان هو شايف ان هو مدينا احنا نمسك الناحيه اليمين بتاعتهم وهو بيتحرك كتير قدام، واحنا المطلوبين نمسكه مش ال حلوة دي. حاول نفتح الملعب، جريني. كرة ذكية برشا، هو التبديل اتجاه الكرة. اوه حلوة دي. شاكيري، الكرة ما تعداش، قطع كرة بشكل ممتاز. محاولة التسديد، تصدي خيالي في تصدي من حارس ولا بالاحلام. كيف الكورة، ربي رجعنا نلعب في نص الملعب. نخلي بالنا من نص ملعب. باصي شوط، حلوة تسديدة بجانب العارضة. كان شوطة حلوة، قلت السكور بتاعنا شوية او الريتنج بتاعنا شوية. اوكي، بنحاول مخلوش يلعب الكرة من ورانا. تاني نفس الحكايه، الواحد بينسى. حلو دي، يفشل اللاعب الخصم في المرور اللي يتحصل على الكوره يفكها بطريقه ممتازه. حذاري لعلها الفرصه، تسديد على المرمى. اوه حلو، هدف التعادل يضيع بطريقه غريبه. مرمين شكله مش شبه قوي، بس افتكر في اي ابديت او اي حاجه هتنزل للعبه احتمال كبير قوي يغيروا شكله او يحسنوا شكله. كويس انهم حاطين صورته صح اصلا. رمضان ما بيشاركش تقريبا مع الفريق بشكل اساسي، على طول هو بره السكور، السكور شيت او التشكيله الاساسيه بتاعه الفريق. قل ونادر يفشل في الباسات. كره خرجت، فما تماس. سأو موسم ده تقل مع الفريق او بيشوف ال كان هو لسه قدامه كتير وبرضه ما بيتكلمش انجليزي، فطبيعي قوي ان هو يبقى موجود لسه مع الاحتياطي او بيلعب مع الناشئين او كده. دي مش حاجه وحشه، هو بيعمل بياخد على المكان وبياخد على الجو اللي هناك. الدوري الانجليزي مختلف عن مصر طبعا. اللاعب الخصم في المرور اللي يتحصل على الكرة يفكها بطريقة ممتازة. ايه الدريبلينج بتاعه بس مش حلو لسه. حلوة دي،
اوكي احنا بنقدر يا نقلل الريت بتاعنا، مارتن، هنحاول نقلل شوية ال اوه قد يكون لدينا فرصة هنا. اوكي خلص إذا الشوط الاول ما تحسست عملناش بعض حاجة كتير، الشيء الريت بتاعنا مش حلو، اتمنى الشوط التاني ان احنا نغير ال طريقة اللعب. بديل جاهز وخيار وقت تكتيكي بويان لإحدى نزل في نص المباريات، الملعب، الفريق مازال منهزم. كويس ان احنا مش احنا اللي نزلنا. الشوط الثاني في ماتش الافتتاح للكأس الدولي الأوروبي، ونتوقع استمرار الفريقين في تقديم الكرة اوكي الرائعة افتح لي والمثيرة. الملعب. صناعة لعب الكرة الذئة. هجوم سريع ودفاع أروع يقطع الكرة. التقارير تشير بأن اللاعب بول بوجبا انتقل إلى الشياطين الحمر مان يونايتد، قادما من الفيكيا سينيورا لا يوفنتوس. الأندية بشكل عام، اوه جوناثان تعادل روناس ده ضاعت. محاولة بضربة راس ولكن لم تكن، يفشل اللاعب الخصم في المرور اللي يتحصل على الكرة يفكها بطريقة ممتازة. يتحكم بالكرة بشكل جيد على أرض الملعب. الاحتفاظ بالكرة يحتاج الله لمزيد، ينقذها الحارس لكن ما زاد من هذه المسافة يحاول يسجل جول. وحش قوي الشوطة كرة دي. لا يصل إليها الهجوم. المحاولة بدأت بامتياز، كرة منظمة وسريعة ولكن في الأخير افتكت منهم الكرة. وضعية شوت مناسبة والسانحة اوه للتسديدة. فرصة ومحاولة والكرة بعيدة. يعني على الأقل بنلعب أحسن من ناس كتير في الفريق. بوخان حلوة تمريرة جيدة للرواق في انتظار اوه محمد ديوف. ممتاز اول اسيست لينا حلو. ممتاز اللعبة الأخيرة، ممتاز الفينش والكرة في الشباك وتشتعل المدرجات. الله على الكوتشينج يا كوتش، يدخل لاعب بسرعة يمسح ويهدف. حلو مباراة روعة البنية. بين الفريقين متقاربة هو ده متكاملة. اللي مطلوب مننا وهو ده المفروض نعمله طول الوقت. ديوف جاب الجون الاول، اسيست رمضان صبحي. طبعا احنا لسه دي مطوشه وديه او تحضيريه قبل السيزون، فكل ده مش هيتحسب منه حاجه في الحاجات اللي الكوتش طلبها مننا خلال السيزون، بس كان ده كويس ان احنا ناخد ريتس عاليه نثبت نفسنا في الفريق، وكان هيبقى التعادل ده. كوره بعيده عن الزاويه. اوكي نمسك اللعيب ده بقى نخليه ما يلعبش خالص. حلو كويس. من كرة أروع وجدت الأروع، ارفع القبة على الجول كيبر. لولا الله ثم حارس المرمى طولت منه. لكانت حلو هناك حسابات أخرى في المباراة. نرجع مكاننا ثاني. حلو الباصة. وصلت الاحتفاظ بالكرة، ربما هو الانتظار تاني لتغيير من التاني. فرص. اه ضاعت. كأنك لن تحتاج يبقى من تاني اليوم اسيست إلى في حارس 5 دقايق. مرمى. الدفاع على اكمل وجه اليوم. جيانيلي الاستامينا بتاعته انجولا نزلت على الاخر يعني خلاص ما بقاش قادر يجري. جلين ويلان حلوة دي. كرة ستعود نحاول من التماس. نقلل مجهودنا في ال10 دقايق اللي فاضلين دول بدل ما اذا يطلعنا. تغيير تكتيكي في المباراة. اكيد الهجمة واعدة. ها هي التمريرة العرضية جاية. تسديدة بعيدة على الحارس، ضربة مرمى. ومش عارف هو ليه استلمها رمضان، كنت سبتها. كما كان متوقع ترويز سيء وبالتالي يضع كورته. البحث عن الفوز ما زال مستمر والتعادل يخيم على أجواء المعركة. اتقطعت مننا. ما انا اخشش جون ده بقى جون خسارة مرة الماتش. وبالتالي لما اوه تتمنى تمام الكرة على الفريق ليخلص القوة انه يستعيد الكرة ثاني مرة في لحظات. افتكر الماتش كده ممتازة خلص جدا. خلاص شوف رمضان مش قادر يقف على الجماهير رجله. لا يفرقها لا لون ولا طائفة ولا دين ولا اللحظة كده خلص الماتش صافرة النهاية. 1-1 وانا اسست. مش سيء يعني احنا لو جينا بصينا على اللي احنا عملناه في التمرير 92% ريتنج مش وحش. كاتب فين الاسيست بتاعنا. التمريرات المهمة او الاسيست هي واحدة بس جبنا بيها الجون. 7.7 مش وحش. شوف حد 7.8. لا في ضيوف طبعا هو اللي جاب الجون فاكيد الريتس بتاعته اعلى مننا.
طيب كويس، ده بالنسبة لأول ماتش. يجيب لنا هنا أبرز الأحداث اللي احنا عايزين نتفرج عليها. ده الجون بتاعهم، فرص لينا، فرص رمضان. احنا كنا شطنا شطين، دي واحدة منهم، هي ميزة حلوة برضو في فيفا 19 انه بيديك حاجات معينة تتفرج عليها. تمام، ده كده كان اول ماتش لينا. بقى تاني ماتش زي ما قلنا هنلعب، كنا هنلعب، هنشوف هنلعب مين. بتيس، تاني ماتش عندنا بتيس في الدورة اللي قدام. احنا كده خدنا نقطة واحدة من اول ماتش. هنقف هنا المرة دي، اتمنى الحلقة تكون عجبتكم. لو عايزين نكمل في سلسلة الكارير بتاعت رمضان صبحي وتتفرجوا ايه اللي هيحصل بعد كده، يا ريت تقولوا لي في الكومنتات بتاعتكم، او لايك وسبسكرايب للشانل لو انت اول مرة برضو بتشوف الحكاية ديت. واتمنى الفيديو يكون عجبكم. تشانل جيمنج بالعربي معاكم، وشكرا يا جماعة، والسلام عليكم.